دمشق الآن. دمشق تتعهد بإنهاء ما وصفته الاحتلال الأمريكي. جاء ذلك في تعقيبها على الضربات المتبادلة ما بين الجانب الأمريكي وميليشيات إيرانية خلال الأيام الماضية، حيث نددت الخارجية السورية بالهجمات التي شنتها القوات الأمريكية شرقي البلاد. من جانبه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بأن الضربات ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا استهدفت ردع أي هجمات مستقبلية. لمزيد من المتابعة معي من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، ومن القامشلي في شمال شرق سوريا مراسلنا هجر سيد. إذن أهلا بكم. سأبدأ معك مجدي، ربما في الأصداء في ردود الفعل عن هذا التوصيف بالاحتلال، عندما يتحدث أيضا في داخل الأمريكي هناك نوع من الانتقادات بطبيعة رد الفعل اللي ربما يمس بصورة القوات الأمريكية وبهيبتها، وبالتالي تصريحات بايدن هل تأتي في هذا السياق؟ إلى أي مدى هو يضمن عملية الردع وعدم تكرار هذا الأمر لاحقا؟ إيمان، بشكل كبير الرئيس الأمريكي يضمن عدم تكرار مثل هذه المواجهة مرة أخرى جديدة على الأقل من الجانب الأمريكي، لأنه ما قاله وأكد عليه أنه دائما سيكون هناك رد حاسم وحازم وسريع على أي استفزاز آخر ميداني عسكري إيراني ضد القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا. هذه نقطة. فيما يخص موضوع الاتهام الصادر من الحكومة السورية للولايات المتحدة الأمريكية بأنه ما يجري هناك هو احتلال، لا رد رسمي حتى اللحظة من الإدارة الأمريكية، وإن كان دائما التوصيف الخاص بواشنطن هو أنها متواجدة هناك داخل الأراضي السورية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بخصوص هدف واحد وأوحد، ألا وهو مواجهة تنظيم داعش، وذلك منذ عام 2015. والآن مع وجود حوالي 900 جندي أمريكي، هذا هو عدد القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، الهدف الأساسي الآن هو ضمان عدم عودة التنظيم مرة أخرى جديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، موضوع المواجهة مع إيران المعني فيه هو طهران وواشنطن بشكل مباشر، وبالتالي دمشق بعيدة عن هذه المواجهة على الأقل بحسب التقديرات الأمريكية. إيمان، نعم بالتأكيد. وهذا في المشهد من الجانب الأمريكي. ماذا عن المشهد في شمال شرقي سوريا هجر، عن متابعة التطورات وردود الفعل من هناك؟ نعم، بالفعل التصريحات من حكومة دمشق والاستهدافات المستمرة من قبل الميليشيات الإيرانية على قواعد للتحالف الدولي في مناطق شمال شرقية سوريا وبموافقة مبوسية تحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من مناطق شمال شرقية سوريا. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كما أكد زميلي بأنها تحاول فقط الإبقاء على هدفها الأسمى وهو محاربة خلايا تنظيم داعش، لذلك لا تحاول القيام بالتصعيد مع الميليشيات الإيرانية في منطقة دير الزور، لأن أي تصعيد مع الميليشيات الإيرانية سوف يكون على حساب محاربة خلايا تنظيم داعش في تلك المنطقة. ومنذ ليلة البارحة هناك استنفار وانتشار للقوات الأمريكية في حقلي العمر وكونيتو، وأيضا كان هناك إجراءات احترازية من قبل التحالف الدولي وخاصة في قاعدة غميلان، وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بمشاركة القوات السورية الديمقراطية القيام بحملة اعتقالات بالقرب من محيط قاعدة غميلان والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في تلك المنطقة، وقاموا بحملة اعتقالات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية كشفت من عملياتها من دورياتها المشتركة خاصة في محيط قاعدة الشدادة والتي تتعرض بشكل مستمر لاستهدافات من قبل الميليشيات الإيرانية. أيضا ليلة البارحة كان هناك رسالة موجهة للميليشيات الإيرانية وأيضا الجيش السوري عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تدريب بالأسلحة الذخيرة الحية في حقلي العمر وكونيكو، وهي رسائل موجهة لكل الأطراف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الرد في أي وقت. نعم بالتأكيد. أريد أن أنوه أن هذا الموضوع سنتناوله لاحقا في الجزء الثاني من رادار الأخبار مع ضيفنا. شكرا جزيلا لكم إذن مراسلينا هجر سيد مراسلنا من القامشلي، ومن واشنطن مراسلنا مجدي يازجي.